يقيموا واعتدلوا واستروا صفوفكم فان تسوي الاصطفاف مثل ما بالصلاه تراصفوا واعتدلوا لا تدعوا في رجال الشيطان فتخللوا استووا جزاكم الله خير الجزاء. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولسليمان سخرنا له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أنت الحميد المجيد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة حوائج الدنيا إلا يسرتها يا رب العالمين برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم ما من مريض إلا وقد شفيته اللهم وما من مهموم إلا وقد نفست همه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وما من أسير ومفقود إلا وقد رددته إلى أهله سالما ظالما برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم تب علينا في سرنا وجهرنا يا رب العالمين.
بعدت بين الجنة والنار يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم من كان منهم حيا فارزقه صحة وعافية، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة لرياض الجنة يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، فمنك الإجابة يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. اللهم خفف عنا ثقل الأيام، اللهم خفف عنا ثقل الأيام برحمتك منك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.